هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة تتواصل انطلاقات وتحديات هذا المساء الجميل وانطلاقة الإذاع في عاشر أشواط هذا المساء الخاص بالمهجنات وشعارات أصحاب السمو الشيوخ على ظهور الأصايل تنطلق في الخمسة كيلومترات معلن التحدي والتنافس والانطلاق في الستة كيلومتر الذي تنطلق فيها سن الإذاع مع هذه الانطلاقات والتحديات. نسير مباشرة مع المراكز الأولى، تتصدر طرفاشة على المركز الأول، تقود المشاركات لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم قانم بن مسفر بالقوبع يقودها في التضمير على المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي في ثانية المراكز الظبي سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع، كذلك يأتي مضمر مع الظبي على ثاني المراكز، والمركز الثالث نجدة على ثالث المراكز، والمتحدة على المركز الرابع بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثق تنطلق بالمركز الأول. التحرك بدأ من شديدة، بدأت الشدة بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة على المركز الثاني، وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي البارع يحمل براعة التضمير هذا الشاب بهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، ولكن العنود والقادمة شديدة، العنود لا زالت مسيطرة وحريصة على البقاء في هذا الموقع في هذا الانطلاق مع شعار هجن العاصفة مشاهدين العزاء، وقادمة شديدة قادمة، ولكن العنود مصرة كالعادة للصمود، صمود العنود مشاهدين العزاء وصمود هذا الشعار شعار العاصفة وهجنها مثل ما عودنا وعود الجماهير. تهانينا مشاهدين العزاء لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على فوز وهجن العاصفة بإنجازاتها. يا سلام، تهانينا كذلك للواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني شديدة بشعار هجن الرياسة. المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، المركز الرابع المتحدة من هجن العاصفة. هكذا كان مسار هذا الشوط مشاهدي الأعزاء، ونعود إلى التوقيت الزمني في هذه الانطلاقات. التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء للعنود 9 دقائق و34 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا كذلك للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني ثاني المراكز وصلت فيه شديدة، قطعت المسافة شديدة في فترة زمنية مدارة 9 دقائق 36 ثانية، 3 أجزاء من الثانية بشعار هجن الرياسة، ويضمرها كذلك عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثالث. هذه وصلت الظبي في 9 دقائق و37 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وتهانينا محمد بن مسفر بالقوة.